مع إعلان بابا عمي عن مخطط حكومي لإطلاق خدمات مصرفية إسلامية على مستوى البنوك العمومية قريبا، إلا أن فكرة إنشاء بنوك إسلامية في الجزائر لا يزال مستبعدا. التقرير لعقل حشاني. في آخر تصريح لوزير المالية أكد أنه لا وجود لمشروع استحداث بنوك إسلامية في الوقت الراهن، لتخيب بذلك آمال الباحثين عن صيغ مالية إسلامية عوض تلك الربوية. تأخر وحسب الخبراء مرده عدة أسباب. الناس قاعد يتحوس على الصيرفة الإسلامية، وحنا أكيد تشوفي كان صرحوا المرة الأخيرة صرحوا بلي أن ممكن تعمل تحلي شبابيك، بصح ما حبوش يديروا البنوك الإسلامية، وهذا نقطة استفهام كبيرة نديروها في السوق. لماذا نشوفوا اليوم 40 مليار دولار راهي في السوق الموازية؟ علاش ما نديروش البنوك الإسلامية نستقطبوا هذوك الأموال وندخلوهم في الاقتصاد وراح ينتعش الاقتصاد الجزائري. عزف الحكومة عن استحداث مصارف إسلامية يأتي في وقت نجحت فيه الدول الأجنبية في إثبات جدارتها في المجال ومدى قدرة المال الإسلامي في تمويل الاقتصاد. Un produit islamique, ou plutôt, parce qu'on dit qu'il y a déjà des produits islamiques en Algérie, mais malheureusement, on ne peut pas dire qu'ils sont sharia compliant. Si on a des produits sharia compliant ici en Algérie demain, on peut dire que ça pourra absorber les liquidités qui sont sur le marché noir et aussi ça va aider, ça va pousser les gens à investir plus dans leur économie nationale et on va rentrer dans une mentalité, on va dire, d'investissement au lieu que de, on va dire, d'épargne. الوضعية الاقتصادية للجزائر حاليا تستدعي توفير كل أنواع الصيغ التمويلية وتنويع الخيارات أمام الزبائن، والأبسط من ذلك الاحتذاء بالدول الغربية الرائدة في الصيرفة الإسلامية. للحديث أكثر عن الموضوع يلتحق معنا مباشرة عبر الهاتف الخبير الاقتصادي في قطاع المالية السيد عبد القادر مجدال. أهلا بك سيدي. مرحبا. بداية كسؤال أول، يعني لماذا الجزائر لا تزال يعني عازفة عن فتح بنوك إسلامية خصوصا بعد تصريحات وزير المالية يعني باستبعاد فتح مثل هكذا بنوك في الوقت الراهن؟ يبدو أن السلطات العمومية لديها أولويات، وهذه الأولويات مرتبطة بدعم تحصيل السيولة على مستوى البنوك العمومية بصورة أساسية. نعلم أن عملية القرض السندي التي أطلقت السنة الماضية قد استوعبت تقريبا السيولة الموجودة على مستوى يعني البنوك، وطبعا تجديد محافظ البنوك، محتوى محافظ البنوك يحتاج إلى أفكار جديدة. على ما يبدو أن السلطات العمومية الآن تريد أن تفتح شبابيك على مستوى هذه البنوك من أجل دعم استقطاب الأموال. طيب سيدي بحديثك خارج الإطار الكلاسيكي للبنوك. عفوا عن المقاطعة، فقط بحديثك عن فتح شبابيك إسلامية في البنوك العمومية، يعني هل هذا كافي خصوصا بتزامن مع الوقت الراهن للأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر حاليا؟ في الحقيقة هو حل جزئي وليس كامل. حل جزئي لماذا؟ لأنه هناك الكثير من أصحاب الأموال الذين لا يريدون التعامل مع البنوك الحالية بصياغها يعني صياغها بمعدلات الفائدة التي تعمل بمعدلات الفائدة، هذا من جهة. فيمكن استقطاب أصحاب الأموال الذين يريدون التعامل بالمنتجات الإسلامية وبالتالي تنويع محافظ البنوك العمومية، هذا شيء جيد في حد ذاته يعني كفكرة، ولكن هل هي كافية أو غير كافية؟ هنا نقول أن وزن القطاع الموازي في الجزائر سيجعل أن أصحاب الأموال لن يتعاملوا مع البنوك سواء كانت إسلامية أو غيرها. لماذا؟ لأن الدخول في المسار الرسمي للتعامل بالأموال بمعنى الدخول في مرحلة من الشفافية، وهم أصلا يشتغلون في قطاع موازي ولا يريدون هذه الشفافية، وبالتالي المشكل هو مشكل وجود هذا القطاع الموازي الذي يدر أرباح طائلة على أصحاب الأموال، وبالتالي لا حاجة لهم يعني بنقل أموالهم إلى البنوك سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية. طيب الخبير الاقتصادي في قطاع المالية السيد عبد القادر مجدال، شكرا لك على كل هذه